نكرر التعازي لأهل الكويت ولأسر شهداء هذا الحادث الإجرامي اليوم الذي حدث في مسجد الإمام الصادق وهز مشاعر كل أهل الكويت الذين وقفوا صفا واحدا خلف القيادة السياسية عندما شاهدوا والد الجميع حضرة صاحب السمو يكون أول الواصلين إلى موقع هذا الحادث الأليم ليقول للجميع وعبر وسائل الإعلام المختلفة إن جميع أبناء هذا الوطن هم أبناء صاحب السمو الله يحفظه ويرعاه. أعزائي المشاهدين، اليوم عندنا حلقة خاصة من قصر نايف، معي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي وأيضا سماحة السيد مصطفى الزلزلة. أهلا وسهلا فيكم وعظم الله أجوركم. الله يسلمكم، جزاكم الله خير على جهودكم وما تقومون فيه خصوصا في ظل هذا الحدث. أهلا وسهلا فيك سيد وعظم الله أجرك. أجرك الله وأعظم الله لكم الأجر يا أهل الكويت يا ذوي الشهداء، والله يرحم الشهداء ويشفي المصابين الجرحى عاجلا قريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ، يعني فضلت الدكتور، اليوم يعني ولله الحمد والمنة خاب مسعى من قام بهذا الفعل من اللحظة الأولى. كل أهل الكويت وقفوا خلف القيادة السياسية الحكيمة لحضرة صاحب السمو وقالوا إحنا كويتيين مسلمين فقط. فودنا نركز على هذا الجانب اللي العالم شهد له خلال هالساعات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الكويت فجعت بهذه الجريمة النكراء التي حصل فيها اعتداء على دماء، اعتداء على بيت من بيوت الله، اعتداء على المصحف الشريف الذي تقطعت أوراقه وبعثر في هذه الأماكن المختلفة، اعتداء على أمن وطن، اعتداء على كل مواطن من المواطنين. هذا ليس اعتداء فقط على هذا المسجد فحسب، أو اعتداء على هؤلاء الذين قد سالت دماؤهم ظلما وعدوانا وفجور من قبل هؤلاء، وإنما هو عدوان علينا كلنا. كل أهل الكويت اليوم نحن نقدم لهم العزاء، وذلك بسبب هذا الاعتداء الكبير العظيم. لم يراعي حرمة شهر، لم يراعي حرمة يوم، يوم الجمعة المبارك، لم يراعي حرمة مسجد وعبادة، لم يراعي حرمة كبير وصغير، لم يراعي حرمة المصاحف الموجودة، لم يراعي حرمة أحد. يؤكد لنا بأن هذا ليس إلا فكر متطرف منبوذ لا يمثل أحد، لا يمثل الإسلام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا مروق وخروج عن تعاليمنا. وما رأيناه من الاستياء والاستنكار والتعازي والوقوف بصف واحد مع إخواننا أهالي القتلى الذين استشهدوا في هذا المسجد من طفل صغير، ما ذنبه هذا الطفل الصغير؟ رجل كبير في السن أتى لكي يسجد ويتقرب إلى الله عز وجل. هذه القنبلة لا تفرغ، نحن إلى الآن لم تصل إلينا يعني هذه الأسماء وكم أعمارهم. قنبلة لا تفرغ بين مقيم وبين مواطن، هي قنبلة إجرامية جبانة، لأن وهمي أين هو؟ عدو وهمي. فنحن أمام جريمة نكراء. الأمر الثاني ما قام به حضرة صاحب السمو من مبادرة شجاعة، أن يذهب إلى المقر في وقت الحدث ويدخل إلى المسجد ويتفقد إخوانه ومشاعره الكبيرة التي يعني ضرعها الجميع، لأنه رأى حجم الجريمة. كذلك سمو ولي العهد الذي ذهب بنفسه وتفقد المكان وتفقد الأخوة المصابين، وكذلك سمو رئيس الوزراء. هذا كله يبين أولا تحمل المسؤولية. الأمر الثاني بأن نحن صف واحد أمام الإرهاب وأمام التطرف. نحن أمام تطرف لا يعرف دين، لا يعرف مذهب، وإنما هو أمام كل من يخالفهم. من ليس معهم فهو ضدهم، هكذا يفكرون. فلذلك نحن لابد أن نكون صفا واحدا، وأن نستنكر وأن نقف بجوار من اعتدي عليه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هؤلاء مظلومين، يجب أن نقف معهم. وأقل شيء المواطن البسيط الذي جالس في بيته يستنكر في قلبه.
كيف تسيل الدماء؟ دماء أبرياء تذهب يذهبون إلى المسجد يتوضأ لكي يصلي في مسجد ويتم الاعتداء عليه غدرا وعدوانا، تراه يذهب إلى المسجد وتعتدي عليه؟ لا شك بأن هذا الأمر لا يقبل دين أو مذهب ولا الإنسانية جمعاء، لكن عزائنا بأن هؤلاء دماؤهم من تضيع عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لهؤلاء المعتدون بكل تأكيد سينالون الجزاء إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة، والكل يقوم بدوره في هذا الشأن، لكن أهم شيء أن الجميع يعلم بأن الله عز وجل إن شاء الله يحفظها. نحن في هذا المكان انتقلنا ووصلنا في البلد بفضل الله، آمن مطمئن بفضل الله ثم بجهود قوات الأمن. الحمد لله. سماحة السيد، يعني هم أرادوها فتنة ولكن ولله الحمد أصبحت قوة وأصبحت وحدة أكثر، فودنا نتكلم على هذا الجانب اللي العالم يعني شاهد عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة أن أهل الكويت دائما إيد واحدة. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعظم الله لكم الأجر جميعا، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. نعم، هذه الجريمة بكل المقاييس جريمة نكراء، ولا يوجد فيه جانب من الجوانب يؤيد هذا العمل، بل الكل يستنكره ويشجبه، خلاف موازين الإنسانية، خلاف الموازين الأخلاقية، خلاف الموازين الشرعية الدينية، خلاف الموازين العرفية، يعني ما فيه أي شيء. هذا القائم بهذا العمل ما هو إلا أداة لفكر تكفيري إرهابي دموي وحشي متطرف. الآن علم أن الكويت مركز الإنسانية، الأمير أطال الله في عمره قائد الإنسانية، طيب يريد أن يفرق بين وحدة الصف الكويتي بين مكوناتهم. بحمد الله تعالى نحن بلد ديمقراطي، بلد قائم على الدستور، العلاقة طيبة بين الحاكم وبين الشعب، وتوارثنا هذا جيلا بعد جيل، والمعارك كلها تشهد على ذلك، الصريف، الرقة، القصر الأحمر، الجهراء، الغزو الصدامي، كل الأمور هذه، الحسينية الجعفرية، المسجد الجعفري اللي صار فيه اليوم مسجد الإمام الصادق عليه السلام، هذا المكان نفسه شهد تأبين ضحايا حادثة الجهراء سنة 2009 اللي تقريبا قرابة 50 من الضحايا نساء وأطفال، صحيح من المذهب السني، ولكن قاموا في المسجد وهو مسجد الإمام الصادق، أقاموا عزاء على أرواح الضحايا، والكل حضروا وقدموا العزاء على أرواح الضحايا. الآن بعد هذا العمل، وطبعا الكل يتربص، وصار هذا محور العالم اليوم الحديث عن ذلك، صحيح صار تفجير لأن هذا مخطط، وعندهم اليوم وسائل اتصالات، قبل في قديم الأزمنة الخوارج كانوا على اتصالات أن في يوم مثلا 21 من شهر رمضان أنت ابن ملجم تذهب وتقتل علي، تقتل علي ابن أبي طالب في الكوفة، وأنت تذهب تقتل فلانا في مصر، وأنت تقتل فلانا في الحجاز. اليوم الاتصالات مفتوحة. الحادث الإرهابي اللي صار اليوم هم ثلاثة، في فرنسا وفي تونس وفي الكويت، ما بين فندق ومكان وهني في مسجد. أنت أمام مشروع خطير، هذا يدعي باسم الإسلام وأنه يريد أن يقيم دولة إسلامية، ولكن هذه الأعمال، أن يا عالم تعالوا وانظروا، انظروا إلى الإرهاب، إلى الروح الدموية التكفيرية الإرهابية، لا في احترام لشهر رمضان، الشهر الذي يصوم فيه المسلمون لله تبارك وتعالى، لا في احترام ليوم الجمعة سيد الأيام، لا في احترام لمسجد لبيت من بيوت الله، ولا حرمة لقرآن كريم، ولا حرمة لدم، ولا يفرق بين صغير وكبير. الصور الآن تنتشر لافين الموتى الشهداء القتلى بالخرق، وحاطينهم بالمسجد والحين بيشيلونهم بالأسعاف. هذه الصور يجب أن تنتشر. أنتم جزاكم الله خير التلفزيون، وإحنا المعنيين هني اليوم، والكل معني والكل ينظر والكل يشاهد هذه الأعمال الإجرامية اللي خلاف الإنسانية، خلاف الشرع، خلاف الدين، الذين ينادون الآن، هؤلاء ينادون باسم الإسلام. انظر نتاج الفكر التكفيري، الخطاب التحريضي، الكتب المكفرة، الشباب اللي عقولها تلفان ما يدرون وين يروحون، بعض الأسر اللي ما تفتح عيونها على عيالها على شبابها وين يروحون وين يسهرون، وأمثال هذه الأمور. سمو الأمير حفظه الله ورعاه،
رغم هذا اللسان الصائم واليوم شديد الحر وحالته يبين، يعني كانوا يحملونه وهو يروح دخل المسجد وتفقد الموضع، وكذلك ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء القيادات الكل اليوم استنفر، كل مكونات الشعب الكويتي اللي قدموا الأرواح والضحايا وقدموا كل شيء اليوم كلهم شاهدون حاضرون يوجهون رسالة واحدة: أنتم أيها التكفيريون، أيها الإرهابيون، أيها الدمويين الوحشيون، أينما كنتم نحن هنا الكويتيون لحمة واحدة، نلتف حول أميرنا وحول قيادتنا ونترابط ونتلاحم ونتآخى ونتحد، موتوا بغيظكم أيها التكفيريون، نحن مستعدون لمواجهتكم كل من منطلقه وزارة الإعلام، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، كل القيادات والفعاليات. فأنت أمام مخطط كبير إرهابي، ولكن حضور سمو الأمير، حضور البقية، التفات الكل، الآن شيعة سنة حضر قبائل كلهم رايحين بنك الدم وبيتبرعون للجرح المصابين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في شفائهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. دكتور، يعني اليوم أهل الكويت يعني هناك راح يصير العزاء في المسجد الكبير. نعم. يعني الحادثة والفاجعة صارت في مسجد الإمام الصادق، ولكن أهل الكويت جميعا سيتوجهون إلى المسجد الكبير. ودنا نتكلم على هذه الرسالة أيضا. أولا عزاءنا لأسر من استشهد في هذا المسجد من كبار وصغار، وكذلك أنا عزائي لكل أهل الكويت. حقيقة هذا المصاب ليس فقط أصاب أسر من استشهد في هذا المسجد من صغير أو كبير، ولكن هي تصل إلى كل أهل الكويت، لأن المصاب والألم قد أصاب الجميع. فنقول عظم الله أجركم جميعا أهل الكويت بهذا الحادث وبهؤلاء القتلى الذين لا تعرف القنابل التفريق بينهم، من هو الذي دخل، من الذي يصلي، لا تعرف هذه القنبلة فهي تفجر الجميع. لذلك أقول بأن المشاركة في هذا العزاء الذي يبين اللحمة الوطنية، مشاركة أهالي من فقد في هذا العمل الإجرامي الإرهابي المتطرف، هؤلاء الذين إن شاء الله نحسبهم عند الله عز وجل أنهم على خير، خرج من بيته وهو صائم في يوم الجمعة متوضل وداخل المسجد وصلى وقرأ القرآن، كيف يعتدى عليه؟ شيء غريب، يعني شيء لا يتصوره عقل. هؤلاء مقبلون على الله، قبلتهم هي الكعبة، وأقبلوا على الله ويقرؤون القرآن ويكبرون، ثم بعد ذلك تدعي أي ادعاء وتعتدي عليهم في بيت الله؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سير سرية يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله ولا تهدموا بنيانا ولا تقطعوا شجرة، إذا كان البنيان ما يجوز فكيف بيت من بيوت الله؟ كيف إذا كان أشخاص ولا متعبدا في صومعته، كيف إذا كان مسلم يتجه إلى قبلتنا ويصلي معنا وهو يقرأ القرآن؟ أنا أريد من الأخوة المشاهدين ينظرون إلى المصاحف المتناثرة في الأرض، نتيجة ماذا؟ هذه المصاحف وهذا الاعتداء على كتاب الله يتحقق، وللأسف باسم الإسلام وباسم الدين. لا نستغرب أن يكون هذا الفكر متشدد موجود في كل المجتمعات، لأنه موجود منذ الزمن القديم. علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين كرم الله وجهه ورضي الله عنه، مع ذلك هناك من اعتدى عليه، هناك من كفره، هناك من خرج عليه. ماذا تريدون أعدل من ذلك؟ ماذا تريدون حكم أفضل من ذلك؟ لكن هذا الفكر الخارجي، الفكر الظالم، لا يعرف عادلا، لا يعرف حكمة، وإنما هو يعتدي على الجميع، يريد الإبادة، يريد أن يمس أمن الوطن. فلذلك لابد أن نكون على وعي من أن هذا الفكر هو فكر دخيل على الإسلام، لا علاقة له بالإسلام، وإنما هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خرجوا من الدين. هؤلاء خرجوا بأفعالهم، هذه الأفعال ليست أفعال الإسلام، ليست تصرفات الإسلام، وإنما هم في تصرفاتهم لا علاقة الإسلام فيها،
طيب ما هي هذه التصرفات؟ هي انحراف من الانحرافات اللي موجودة في المجتمع، هذا نوع من الانحرافات وانحراف خطير، انحراف في الفكر، لذلك لابد من أن يواجه بطريقتين. الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه واجههم بالحوار وواجههم بالقوة، خطين متوازيين، فلا يكفي فقط الحوار، فإذا وصل إلى الاعتداء على الأبرياء، أبرياء ذهبوا للصلاة ونحن في رمضان في يوم إجازة في يوم الجمعة في شهر مبارك في 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 أوقات مباركة يستجاب فيها الدعاء، كيف يتم الاعتداء عليهم؟ فهذه جريمة مركبة، جريمة اعتداء على الشهر، جريمة اعتداء على بيت من بيوت الله، جريمة اعتداء على أبرياء، على مصحف، على أمن وطن، جريمة أعلمت الجميع وترويع للمسلمين. الناس يعني احنا نشكركم على أن نكون في هذا المكان حتى نطمن الناس أن الأمور يعني سهلة وفي انتقالنا وفي مجيئنا البلد آمن. حتى تأكيدا لكلامك يعني دكتور، احنا في مكان يعني في قصر نايف، القصر هذا في 1920 أو أقل، يعني بنى أهل الكويت جميعا صغارا وكبارا، يعني الوحدة الوطنية من الكويت منذ الأزل. يمثل أحد صور الوحدة والترابط الصف الواحد في المجتمع الكويتي، ودائما احنا نضرب مثل في المجتمع الكويتي أنه قدوة لبقية المجتمعات في التلاحم، لكن أنا مطمئن أن هؤلاء أخفي، من هو العدو الآن؟ خفي، نحن لا نعلم من هو العدو، هذا يظهر مني بيان وذاك يظهر بيان، هذا عدو جبان خفي لم يظهر نفسه، وإنما تسلل إلى بيت من بيوت الله. الناس لا تظن أنه يصل حد الإجرام أنه يوصل إلى بيت من بيوت الله، فهو دخل إلى بيوت الله لأنه استغل هذا الجانب الإيماني والثقة ودخل إلى هذا البيت من بيوت الله لكي يقوم بعمل الشنيع الإجرامي تجاه الأبرياء. كم طفل فقدنا، كم شيخ كبير، كم بريء، كم متعبد فقدنا بسبب هذا الفعل الإجرامي الذي لا شك بأن عالم كل مواطن، عالم كل كويتي، بل كل مقيم، والقنبلة لا تعرف المقيم، هذا المسجد ليسوا كلهم المواطنين، في مواطن وفي مقيم، هؤلاء يتعبدون الله عز وجل، صح. لابد أن نعلم بأن هذه يعني إجرام، عملية إجرامية بحق كل من يعيش على أرض الوطن من مواطنين ومقيمين. نعم سمحت السيد، يعني ديننا الإسلام يعني دين عظيم، يعني يمنع حرمة الدم على أي صحيح. إنسان كان ذلك يعني من مسلم يقتل مسلم ويتعدى على مسلم في المسجد، هذه كارثة وهذه مصيبة. شوف احنا عندنا رموز وقيادات، يعني يا ليت أن هذه الشخصيات بأقوالها تكون متحركة وتنشر لنستفيد كلنا. الحين مثلا الآن الدكتور الله يحفظه تفضل وتكلم عن الإمام علي عليه السلام فيما يتعلق بتعاطيه مع الخوارج. من زمن النبي هذه الحركة كانت موجودة، عندما أراد النبي أن يقسم الغنيمة أتى رجل حرقوص بن زهير التميمي وقال أعدل القسمة يا رسول الله، مستشكل على عدل، ويعني تصور ياي إلى الرجل الأول، إلى أفضل خلق الله، إلى من، إلى الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول له أعدل القسمة، عنده إشكال على قسمة النبي، قال ويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل إذن؟ تصور هذا بعد لو كان بقدرته كان يقاتل، بس هذا حد بعد شاف العالم ذاك اليوم كلهم مع النبي. ولكن على الإمام علي أمير المؤمنين اشتغلوا شغل ثاني، غزوة النهر، حرب النهروان، معركة النهروان، صحيح أن مواجهة بالقوة صارت، بنفس الوقت كانتها مواجهة فكرية موجودة. تصور الإمام علي يبعث ابن عباس حبر الأمة يقول حاورهم جادلهم، يجادلوا ويتكلمون، يجيب لهم آيات قرآنية يحورونها مثل ما يبون، طيب يخرجونها عن السياق، يخرجونها عن تفسير النبي للآية إلى هالدرجة. فالإمام علي قال جادلهم بالسنة، فإنك إن جادلتهم بالقرآن تقول ويقولون، تقول ويقولون، وإن جادلتهم بالسنة فإنهم لن يجدوا دون قول رسول الله محيصة. وهم راح جادلهم بالسنة المطهرة قالوا لا ما كان رسول الله يعني ذلك ولا يقصد ذلك. أنت أمام ناس تحور
في هذا اليوم، يعني يحول لك الواقع إلى غير واقع، يكذب لك الحقائق إلى هذه الدرجة. تصور لما قتل الإمام علي في المسجد، راحوا بعض الخوارج سألوا، ما كانوا حاضرين الحدث، قالوا أين قتل علي؟ فواحد قال قتل بالمسجد، قال أين؟ قال بمحرابه بالمسجد، قال أو كان علي يصلي حتى يقتل في المسجد؟ تقليب الحقائق يعني إلى هالدرجة. وأكو ناس يسمعون ومغرر بهم لأن كل تواصله مع هالطبقة. وأنا على فكرة الحين صور اللي تقول شهر رمضان وسماحة الإسلام والقرآن يدعو والإسلام يدعو إلى الخير والتسامح والانفتاح، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلمون يد واحدة على من سواهم، مثل المسلمين في تحابهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعت إليه سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كل هذه الأمور. والنبي يقول من آذى لي الأذية، إذا قطيت عليه كلمة سبيته وقلت له أنت يهودي أنت مثلا مسيحي أنت مو مسلم، يقول من آذى لي ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. أنت أمام هذه السماحة، وفي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن كتاب الرحمة والشفاء والتبصرة والتذكرة والبصائر والنور والموعظة، هذا تعاملك شذي بتعكس للعالم صورة الإسلام؟ عجبتك هذه الصور اللي شفناها اليوم؟ يعني هذه رسالة لهؤلاء، شلون انت بتنقلونها؟ بتقولون شنو هذا المسلمين اللي مصلين رايحين وجثث ودماء، وانتهكتم ما من حرمة إلا وانتهكتموها، عاجبكم والله أنكم رملتوا نساء، خلفتم عيون باكية، قلوب منكسرة، أيتام الآن. وهذا تدري لأن هذين نتاجهم بعضهم اللي يدعون على طائفة من المسلمين، اللهم يبس أصلاب رجالهم وعقم أرحام نسائهم ورمل نسائهم ويتم أطفالهم وأبدهم وفرق بين، لأن هذا هو، فأكيد هذا النتاج اللي راح يصير. احنا اليوم أمام جريمة، لا نعالج والله كم نتيجة تصير لي هني ولا هناك، صارت في السعودية، صارت بالكويت، صارت بتونس، أنت أمام مخطط، قاعد تشوف اللي يصير أنت في سوريا، في العراق، في العالم قاعد تشوفه، في ليبيا حاليا وإلى آخره. فلازم الكل الآن يسعى والكل ينهض والكل يشجب، والفعاليات من أي منطلق ومن أي مستوى تشجب هذا الأمر وتعمل، مو بس الشجب اللساني. على فكرة قبل لا نبدأ واحد من الأخوة قال سيد احنا ترى متابعينكم، ها دكتورنا قال احنا متابعينكم من لندن، قال يا ليت عندي بعض الأخوة، يقول احنا كلنا الحين شيعة وسنة قاعد نشوف البرنامج، وذكر لي بعض القبائل وبعض العوائل، ما شاء الله والله لا يغير علينا، واحنا قاعدين هني في قصر نايف موجود اللي حقيقة يشرح الصدر، وكلنا صايمين منتظرين هذا المدفع علشان بعد يكون هو إذان للإفطار. انزين، فهذا يقول سيد واحد من الحاضرين عندي ولده رايح صوب الفكر التكفيري، على تعبيره رايح صوب الفكر الداعشي والتكفيري، يقول يعني يأمل إذا صار عندنا إحنا بالكويت جهة إن لما يروح لولي الأمر، يقول وايد أكو أولياء أمور كذي متأذين من عيالهم، يمكن مرة واحدة يختفون ويروحون ويلتحقون بالتنظيمات الإرهابية. يقول كان زين إذا في جهة إن إذا راحوا لهم أولياء الأمور يتلقونهم، يعني مو على طول يقبضون على العيال ويزجون فيهم، بالتحقيق يتفاهمون معاهم، متخصصين نفسانيين تربويين. فيقول كان زين سيدي توصل هذه الرسالة، إن لأن في البعض متأذين من عيالهم، لما نقولهم ترى لا هذيل الإسلام وهذيل يبون الدين، هذيل يحاربون المنكرات والمفاسد، خلكم من الجدال بالتي هي أحسن، والحكمة ملينا تصور بها. وعندك اليوم اللي يقول ترى ملينا شيء اسمه وحدة وطنية، لأن ما يروق له الحين اجتماعي أنا والسيد وياك الحين في مكان واحد، هذا الوحدة الوطنية في هالمكان اللي تفضلت إن بنت سواعد أبناء الكويت، هذا الوحدة الوطنية، هذا التلاحم. فهذلك الحين ميتين قهر إن هذا التجمع صاير، هذه أول رسالة يتهم، ترى كلنا ملتفين إحنا وكل العالم ضد أعمالكم الإجرامية، فأنتوا طلعوا برا، دوروا لكم أي كوكب ثاني غير كوكب الأرض، أنتم مرفوضون منبوذون جملة وتفصيلة. أحسن سيد فضلت الدكتور، يعني في هذه الظروف يعني دائما تكثر بعض مرات إشاعات، شخص يطرش لك مسج بعد دقيقة يقولك لا 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 مو صحيح، لا لا عندنا يعني جهة وزارة الداخلية
عندنا الإعلام الأمني، عندنا جهاز رسمي تلفزيون الكويت قاعد يبث يعني أول بول، يعني الأمور للناس أول بول. فودنا يعني من فضيلتك يعني كلمة بهذه المناسبة حق أخواننا المواطنين، وإحنا نمر في هذه الظروف الأليمة للجميع بإجازة. لا شك بأن إحنا في هذا الوقت علينا أن نحذر من الإشاعات، لا سيما إذا كانت من شأنها تمس الأمن، تمس الوحدة الوطنية، تمس الرابط بين أفراد المجتمع أو مع القيادة، لابد أن نحذر منها. إذا كانت هذه الأخبار من غير مصدر موثوق، اليوم كنا جالسين مع الأخوة المسؤولين الكويت، أبونا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظ الله ورعاه، خلونا نحافظ على ديرتنا الكويت، اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. الالتمام واتحاد الصف واجتماع الكلمة، لأننا جميعا في صالحنا الأمن والأمان. من يستفيد من هذا الاختلال الأمني؟ ما يستفيد إلا الأعداء. لذلك علينا جميعا أن نكون صفا واحدا، وأن نعلم بأن التطرف ليس له مذهب، الجميع أعداؤه، ليس هو مع مذهب ضد مذهب آخر، المتطرفون فقط هم على الدين والبقية كفار ويكفرون الجميع. لازم أن نحذر من ذلك، وأن نعلم بأن ليس مقصود فئة أو فرقة، بل المقصود الجميع، جميع أفراد المجتمع. ونسأل الله عز وجل الحفظ لهذه البلاد وجميع المسلمين. عموما دكتور شاكر لك جدا، والله ان شاء الله يعني يعظم اجر اهل الكويت جميعا، وشكرا لك ايضا سمحت السيد اجركم الله، اعظم لكم الاجر جميعا ان شاء الله، ورحم الله الشهداء وشفى الجرحى والمصابين. امين امين يا رب العالمين. اعزائي المشاهدين، يمكن احنا لحظات وننتقل إلى مدفع الأفطار ثم أذان المغرب. تلفزيون الكويت إن شاء الله راح يوافيكم أولا بأول بكافة الأمور المتعلقة بهذا الحدث الأليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.